مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من سلسلة تاريخ الكان المخصص للنسخة التاسعة من كأس الأمم الإفريقية لكرة القدم. مع دخول عقد السبعينات شملت موجة الاستقلال من الاستعمار الأوروبي أكثر من 90% من دول القارة الإفريقية، لذلك من الطبيعي أن يزداد عدد المنتخبات المشاركة في الكان، لكن الأوضاع المتوترة في بعض البلدان ساهمت في انسحاب بعض المنتخبات والتي دائما ما تكون في مرحلة تصفيات مثل البنين والغابون وليبيا والطوغو والنيجر. التصفيات المؤهلة لنسخة 74 التي احتضنتها مصر خلال الفترة الممتدة ما بين فتح ورابع عشر مارس شهدت غياب المنتخبين المغربي والتونسي لتتأهل إلى النهائيات ثمانية منتخبات، وهي منتخب البلد المستضيف مصر وأوغندا، زامبيا، الكونغو، غينيا وساحل العاج التي عادت بعد غيابها عن النسخة الماضية، والزائر فضلا عن مفاجأة التصفيات موريشيس التي ضمنت تأهلها للكان للمرة الأولى في تاريخها. تم توزيع المنتخبات إلى مجموعتين انضمت الأولى منتخبات مصر وزامبيا، أوغندا إلى جانب الكوت ديفوار، فيما تكونت الثانية من الكونغو والزائر وغينيا وموريشيوس. اختارت مصر تنظيم البطولة في أربع مدن وهي القاهرة والإسكندرية والمحلة فضلا عن دمنهور. في المجموعة الأولى نجح المنتخب المصري المتسلح بعاملي الأرض والجمهور في ضمان التأهل للمربع الذهبي بعد تصدره المجموعة الأولى بالعلامة الكاملة عقب انتصاره في المباراة الافتتاحية على أوغندا بهدفين مقابل هدف واحد، ثم في الثانية على زامبيا بثلاثة أهداف مقابل واحد، وفي الجولة الختامية بهدفين نظيفين على الكوت ديفوار، علما أن بطاقة التأهل الثانية كانت من نصيب زامبيا التي انتصرت على ساحل العاج وأوغندا بنفس النتيجة وهي هدف دون رد. أما المجموعة الثانية فعرفت تألق المنتخب الكونغولي الذي تزعم الترتيب بانتصارين على موريشيوس والزائر، وتعادل مع غينيا ليضمن تأهله إلى مربع الكبار رفقة صاحب المركز الثاني الزائر. في الدور نصف النهائي تمكن منتخب الزائر من خطف الأنظار بإسقاطه لأصحاب الأرض في قلب ملعب القاهرة بعد أن قلب تأخره بهدفين دون رد لانتصار بثلاثة أهداف مقابل هدفين. وفي ملعب الإسكندرية تمكنت زامبيا من ضمان التأهل للمشهد الختامي بانتصارها على الكونغو بأربعة أهداف مقابل هدفين في مواجهة عرفت تألق اللاعب الزامبي برنارد تشاندا الذي سجل ثلاثية. واكتفت مصر بالمركز الثالث بعد انتصارها في مباراة الترتيب بأربعة أهداف دون رد على الكونغو، لتتجه الأنظار بعد ذلك لملعب القاهرة مسرح نهائي النسخة التاسعة يوم 12 مارس. نهائي جمع بين الزائر حامل اللقب نسخة 1968 وزامبيا الباحث آنذاك عن لقبه القاري الأول. مشهد ختامي كان عنوانا للإثارة والتشويق، اتقدمت فيه زامبيا ثم عدلت زائر لتصل المباراة إلى الأشواط الإضافية قبل أن تتقدم زائر في الدقيقة 117، لكن زامبيا لم تستسلم وعدلت النتيجة في آخر الأنفاس، ليضطر الفريقان إلى إجراء مباراة إعادة بعد 48 ساعة في نفس الملعب. خلال مباراة الإعادة لم يظهر الإحباط على الزائرين بعد ضياع اللقب في النهائي الأول خلال الأنفاس الأخيرة، وفازوا بنتيجة هدفين دون رد ليحققوا لقبهم الثاني، ما شكل سنة ذهبية للزائر بعد ضمان التأهل لكأس العالم وحصد اللقب القاري. ونجح نجم منتخب الزائر صاحب الثنائية في النهائي الأول وأخرى في مباراة الإعادة في التربع على عرش الهدافين خلال النسخة المذكورة برصيد 9 أهداف. كان هذا كل ما ميز نسخة 74، ليتجدد اللقاء في النسخة العاشرة وبالتحديد في الأراضي الإثيوبية عام 1976، والتي سنتحدث عن تفاصيلها في العدد القادم. إلى اللقاء.